أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء
ربه
قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى
تعملون بصير.